طويلة أطول من اللازم، لكن تروح لكهربا كهربا 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 وإيه؟ وضرب الجزاء. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، ضرب الجزاء على أحمد فتحي، ده اللي أنا قلته مبارح في الاستوديو. قلت أحمد فتحي عادة بيبقى عنده حالة عصبية، لو اترقص عدى منه كهربا ما سابوش، شده من السلك، وبالتالي ضرب الجزاء صحيحة من وجهة نظري. ولو إن طبعا الشناوي العالمي هيقول لنا أكتر واتحسب ضرب الجزاء. خلاص، قرار أسباني على ملعب هزاع بن زايد لنادي الزمالك، وترقب وحزن مؤكد والدموع في العيون، لكن اوعى تزعل ابدا، هي كرة القدم، هي كرة القدم فيها كل شيء وفيها اي شيء. ضربة جزاء هيلعبها كهربا في النجم الساحلي، حطها في الوسط بالراحة، يا ترى هنا هيحطها ازاي؟ ترقب، كهربا وشريف إكرامي، كهربا كهربا، هوبو هوبو، وحشة وحشة يا كهربا، ده اللي أنا قلته. هيحطها ازاي؟ حطها ضعيفة جدا جدا جدا، وفي وسط الملعب. اللي شافك في النجم الساحلي يا كهربا هيكتشف بسهولة جدا ان انت هتحطها بنفس الاسلوب، علشان كده كان لازم حد غير كهربا هو اللي يشوف.